الحديث الذي يقال على المنابر وبين الواقع الذي يتجسد، ويكون هذا من باب الصد عن سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. من وجوه هذه الفتنة هو التخالف بين القول والعمل. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. والشيخ جسد لنا في سيرته العطرة معاني الأسوة والقدوة، فكانت قدوته بلسان الحال قبل لسان المقال. جسد تطابق الأقوال مع الأفعال، ولذلك أكبر قيمة يكون عليها الداعية هو هذه الأسوة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يمرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء، لقد كان لكم في رسول الله إسوة أو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن معنى الأسوة والقدوة والإسوة تجسدت عند شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد، فكانت أفعاله مجسدة بأقواله، وكان لسان الحال عنده قبل لسان المقال. المعنى الثاني أن الشيخ عبد المجيد ينتمي إلى اليمن إيماني الحكمة، يمن الحكمة ويمن الإيمان، اليمن السعيد، ولكن هذا الانتماء لليمن وقضاياه ومشكلاته وتحدياته ما فصلته يوما ما عن انتمائه لأمته. الأمة العربية من طنجة من المحيط إلى الخليج، والأمة الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا، والامتداد الإنساني، الأسرة الإنسانية كلها كان يعيش ويجمع في تناغم وانسجام واتساق كل دوائر الانتماء، الانتماء الوطني القطري، وانتماء الجغرافيا، وانتماء اللسان، وانتماء العقيدة، وانتماء الأسرة الإنسانية. كل هذه المعاني من الانتماءات كان حاضرا لها في قضاياها ومشكلاتها وتحدياتها، ولذلك كان يتجافى عن كل العصبيات بكل صورها وأشكالها: العصبية العرقية، العصبية المذهبية، العصبية الطائفية، العصبية الدينية. كان نموذجا لهذا الانتماء الرحم. وثالثا، كان الشيخ عبد المجيد رحمه الله دائما يتسامى فوق الجراح، كان لا يرد السيئة بمثلها وإنما يدفعها بالحسنة. كان لسان حاله دائما في أجواء الخلاف، فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. كان يعيش هذه المعاني الربانية الفيار، ولذلك رأيناه رابعا دائما في قضايا إصلاح ذات البين مع أهل الحكمة، مع المشير سوار الذهب، مع عبد الله المطوع أبي بدر من الكويت،
ويوسف الحجي وإسحاق الفرحان من الأردن وكامل الشريف وعبد الله نصيف يجوبون البلاد، يلتمسون هذه المواطن التي يقع فيها النزاع ليوحدوا الكلمة ويجمعوا الصف ويؤلفوا بين القلوب. وكان هذا هو دائما ديدنه، وكان هجيراه، وكان دأبه. إن واجبنا بعد رحيل الشيخ هو الوفاء، الوفاء لهذا المنهج الذي خلفه وهذا الميراث الذي تركه لأبنائه وتلاميذه ومحبيه وأصدقائه، أن يكونوا أوفياء لهذا المنهج، المنهج الوسطي، المنهج الاعتدالي، المنهج الذي يوحد كلمة الأمة ويؤلف بين القلوب ويوحد الصف الذي يحمل هموم الأمة، آمالها، آلامها. الشيخ عبد المجيد مهما تهمت الخطوب، مهما تكاثرت المحن، لم يكن عنده يأس ولا إحباط ولا قنوط. كانت هذه البسمة الحانية التي ترتسم على محياه دائما تحمل روح الأمل وشعاره العملي. وإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسى ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا على حسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. كان هذا هو الأمل، فلا يأس ولا إحباط ولا قنوط. وإني أناشد من هذا المقام أبناء الشيخ عبد المجيد الزنداني، أبناءه وأحفاده وأسرته وآل بيته الكرام، أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية، أن يحملوا هذا الميراث بأمان وصدق في ظل وحدة الكلمة وائتلاف القلوب واتحاد الصف، أن يكونوا على قلب رجل واحد يخلف هذا الميراث ويحملون هذا المشعل الذي تركه الوالي الكريم وجعله حجة على محبيه وتلامذته وأبنائه، وأن نجسد هذا المعنى إن شاء الله ليكون امتدادا، ولنحقق قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يكون امتدادا لهذه الإمامة المباركة التي وضع الله تعالى لها القبول في الأرض والمحبة والتأثير، أن يكون هذا الجيل من أبنائه وأحفاده امتدادا مباركا لهذه السيرة العطرة المباركة. فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن نحرص عليه. وإذا غاب منا جسد الشيخ عبد المجيد فإنه حي بهذا الميراث الذي خلفه من العلوم، من المعارف، من الخلق، من القدوة، من العطاء، من هذه الهمة المتوثبة، من هذه العزيمة الماضية، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحجر غدا غدوة والحمد نسج ردائه، فلم ينصرف إلا وأقفانه الأجر، تردى ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل إلا وهي من سندس خضر، كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر، يعزون عن ثائر تعزى به العلا ويبكي عليه البأس والشعر، فتى سلبته الخيل وهو حما لها وبزته نار الحمر وهو لها جمر، وقد كانت البيض المآثير في الوغى بوادر فهي الآن من بعده بتر، أمن بعد طي الحادثات محمدا يقول لأثواب الندى أبدا نشكو، إذا شجرات العرف جذت أصولها ففي أي فرع يوجد الورق النضر، سقى الغيث غيثا
وارت الأرض شخصه وإن لم يكن فيه سحاب ولا قطر. هذه السيرة العطرة نجددها بالدعاء له، بالأوقاف، بالصدقات، بنشر العلم الذي ورثه، لنكون امتدادا صالحا. وأنتم جميعا أهل الحكمة والإيمان من أحبابنا أهل اليمن السعيد، جديرون بأن تحملوا هذا الميراث المبارك وتزيدونه نفعا واهتماما بأجيال اليمن الصاعد المهاجر في هذه الربوع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحضر اليوم في عزاء فقيد اليمن، فقيد الأمة، حبر اليمن، داعية المجدد الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، الرجل الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه كثير من الصفات العلمية والعملية، المجاهد، الداعية، السياسي، الوطني، الجمهوري، الرجل المؤسس لجامعة الإيمان، الذي اقترنت كتاباته وكلامه وخطبه بالفعل وبالتطبيق، الرجل النوراني الذي الله سبحانه وتعالى أرانا عاجل البشرى من خلال تلك الجنازة المهيبة المهيبة التي خرجت لتوديعة وهو في المهجر، وإن شاء الله سيستمر إلى بعد صلاة المغرب. وأيضا لا يفوتني في هذا في هذه الكلمة التي أعزي فيها نفسي وإخواني وأبناء وأسرة الشيخ عبد المجيد ومحبيه، أن أنوه إلى تلك العلاقة الكبيرة التي ربطت الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بالشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنزاني رحمة الله عليهم جميعا، وهي العلاقة التي كانت علاقة إخاء في الله سبحانه وتعالى، جمعهم الله سبحانه وتعالى في طريق وضاء من الجهاد والعمل الوطني والعمل الجمهوري والعمل الدعوي، وأثمرت يعني تلك الثمار الوارفة التي استظل بها كثير من أبناء اليمن، واستظلت بها الدعوة الإسلامية والدعوة والحركة الإسلامية في اليمن وفي كثير من البلدان. فقدت اليمن، فقدت فلسطين، فقدت العروبة، فقد الإسلام هذين الشيخين، ولكن الله سبحانه وتعالى أسأل أن يعوض الأمة خيرا عن هذا النقص الكبير، وأن يجبر كسرنا في علمائنا الذين نفقدهم، وأن يهيئ الله سبحانه وتعالى لنا ولبلادنا ولأمتنا العوض أنه ولي ذلك ومولاه. كان يوما مشهودا حضور جنازة الداعية العلامة الدكتور فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله وغفر له، ولقد كان فاجعة ليس فقط لنا في اليمن وإنما على مستوى العالم الإسلامي، ولكن عزاؤنا في رحيل هذا العلم أنه ترك إرثا وميراثا في مختلف المجالات العلمية والدعوية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسية والنضالية والجهادية، كل هذا الإرث هو ثروة لنا كيمنيين، باعتبار أن هذا العلم كان مدرسة نستلهم منه الأجيال ما تركه من هذا الميراث. رحمة الله تغشاه، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأولاده وأهله والشعب اليمني والعالم الإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاته في أعلى عليين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. حضرنا ونحن نستحضر فاجعة الأمة بفقدان هذه الشخصيات وهذه الثروات الفكرية والعلمية والأخلاقية، والتي تترجم علمها إلى أعمال وإلى مشروعات. يندر أن نجد مثل هذه الشخصية، علينا أن نتعلم من أدبياتها وإنجازاتها وأعمالها ونعلمها للأجيال القادمة. فهذا الرجل العلامة رحمة الله عليه، الذي ترجم علمه إلى جامعة متكاملة وإلى مؤسسات مختلفة وإلى مؤلفات في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،
لا شك أنها إضافة كبيرة للمكتبة الإسلامية، ولكن الإضافة الأكبر هي تحول هذه المشروعات إلى مشروعات ناجحة للأمة، يستفيد منها القاصي والداني، ووصل أثرها إلى أصقاع الأرض، وهذا بلا شك بركة لفقيدنا، ونحن نعزيه اليوم ونعزي أسرته ونعزي أحبائه ونعزي الشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية بفقدان هذه الشخصية الفذة. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. عظيم الأجر والمواساة والتعازي لجميع أبناء الشعب اليمني في رحيل هذه القامة وهذا العلم الشامخ الشيخ عبد المجيد الزنداني، العلم الذي عرفناه طوال العقود المنصرمة، صاحب أثر بالغ على مستوى الوعي وعلى مستوى الأداء في العمل الوطني، كان قامة سياسية في كل المجالات والميادين التي اشتغل بها، سواء في مجال الدعوة والتربية أو في المجال العلمي من خلال جامعة الإيمان أو في العمل السياسي من خلال المواقع التي تبوأها، سواء في مجلس الرئاسة أو كمسؤوليات أيضا في مواقع حزبية بالنسبة للتجمع اليمني للإصلاح. اليوم خسارتنا في الشيخ عبد المجيد الزنداني ليست خسارة على مستوى أولاده ولا مستوى أقاربه ولا مستوى حتى أبناء الحزب أو التنظيم في التجمع اليمني للإصلاح، خسارة اليمنيين في الشيخ عبد المجيد خسارة تأتي في وقت جد صعب وحساس. غياب هذه الشخصية التي كانت من أكثر الشخصيات حضورا في واقع اليمنيين طوال 50 سنة الماضية، هذا الغياب لا شك أنه سيكون له أثر أثر في ميادينه ومجالات مختلفة. أعتقد أننا اليوم مدعوون في هذه اللحظة إلى أن نسد هذه المسدات التي يتركها العلماء الكبار والمناضلين الذين أفنوا حياتهم سواء في العمل الوطني بما قدموه خدمة للثورة والجمهورية. اليوم البلد يعني في منعطف خطير، تعاني من تحديات جمة، الدولة بمعناها الحقيقي اليوم في حالة غياب، والناس تناضل نضال ضد هذه الجماعات التي اختطفت الدولة. اليوم لابد أن غياب مثل هذه الشخصيات سيترك أثرا بالغ، لكن بهمة الشباب وبهمة الأجيال التي عرفت دورها بإذن الله نستطيع أن نسد هذا المسد، وأن يسكنوا سائرين على نفس المنوال، ماضين على نفس الدرب بإذن الله، حتى تتحقق الجميع كل الأهداف المنشودة باستعادة الدولة وبإحداث حالة الأمن والاستقرار في البلد، لوطن كبير يتسع لكل اليمنيين ويجد فيه كل اليمنيون بإذن الله أنفسهم تحت دولة يحكمها نظام وقانون ودستور، ويجدون أنفسهم ينعمون بمواطنة متساوية في ظل يعني وطن يجمع الجميع بأهداف اتفق عليها اليمنيون طوال تاريخهم الحديث. نسأل الله أن يعني يعيضنا بهذه المصيبة خيرا، وأن يخلفه على أولاده ويخلفه على اليمنيين وعلى الأمة الإسلامية بخلف خير وصلاح. الله فيكم. اليوم نحن أتينا لتعزية الشيخ عبد المجيد الزنداني، إن قلت تجاوزا أنه والد الجميع، ليس فقط هو أستاذ الجميع، أستاذ الأساتذة، لكنه في نفس الوقت هو والد الجميع، لأنه كان يحب الأمة، يحب أبناء الأمة. صحيح أنه ولد في اليمن، هو ابن اليمن، لكنه كان أيضا هو ابن مكة والمدينة، أيضا هو كان يحب تركيا حبا شديدا، قدرا الله سبحانه وتعالى يعني جعله يموت في أراضي تركيا. نحن في الحقيقة نفتخر كالأتراك أننا نحتضن أبو أيوب الأنصاري. نحن نفتخر أننا نحتضن الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري الذي أتى من مدينة المنورة إلى إسطنبول، اليوم هو قبره في إسطنبول اليوم. ثانيا نحن نحتضن عبد المجيد الزنداني في إسطنبول. قدرا هذا ما حدث،
إذا أردت أن أتكلم عن عبد المجيد زنداني أكثر، صحيح هو رجل سياسي رجل علم، لكن أنا أحب عنه جانب التعليمي والتربوي أكثر. هو رجل تربوي بالامتياز ورجل تعليم بالامتياز. وجامعة الإيمان ليس بغريب علينا، أنا زرت هذه الجامعة، وهو حاول أن يجدد شيئا في مجال التعليم، وأطروحته في مجال التعليم كانت تنبثق من الحرية كاملة، لا أحد يقيده في مجال التعليم، هذا كان يميزه، هو كان يتميز بهذا. لذلك منهج جامعة الإيمان في تلك الفترة كان من أقوى المناهج الدراسية، لذلك الذين تخرجوا أيضا أفادوا وانتشروا في العالم. صحيح أنه رجل سياسي له باع في مجال السياسي، كان مستشارا، كان متعاونا مع الرئاسة، لكن هو يبقى رجل التعليم عندي ورجل التربية والوالد المربي الكبير، الله يرحمه. ونقدم تعزيتنا لشعب اليمن والأمة الإسلامية ولكل المسلمين وكل الشباب في العالم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليه وأحسن الله إلينا جميعا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا جميع. جينا نسلين لكل شعب تركستان الشرقية للتعزية، عزم الله أجرهم وحفظهم الله كل السوء. نرجوكم يعني لا تنسوا من دعائكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا أولا، ونعزي أبناء الشيخ رحمة الله عليه، ونعزي كل محبينا في العالم العربي والإسلامي، فقد كان علما من أعلام الدعوة التي عرفناه منذ صغرنا، كنا نعرفه عن بعد حتى عرفناه عن قرب أثناء زياراته إلى قطر في فترة التسعينات وما بعدها. ومهما قلنا في حق الشيخ فلن نوفي حقه، فهو علم من الأعلام التي خسارة أو خسرناه نحن والأمة العربية والإسلامية كلها. وقد كان رحمه الله من الدعاة ومن العلماء العاملين في هذه الدعوة، وكان من المتميزين في شتى نواحي العلم، سواء كان الفقه أو سواء كان في العلوم الإعجاز العلمي في القرآن. فأكثر ما اشتهر وعرفناه كان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم رحمة الله عليه. فنعزي أنفسنا ونعزي أبنائه وأحبابي وأحفاده وكل من يحب الشيخ، ومهما قلنا فلن نوفي حقه. وسبحان الله كانت الشهادة أمس أثناء الدفان التي للأسف لم نتمكن من حضورها وصولنا اليوم من الدوحة، فكان المنظر المهيب الذي رأيناه في مقاطع الفيديو للحضور الذين حضروا الدفان والجنازة، هذا يدل على مكانة الشيخ. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، أو كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على مكانة الشيخ بين المسلمين جميعا، وأعتقد أنه اللي حضروا كلهم كانوا من شتى الجنسيات المتواجدة في تركيا. ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده وأن يجعله في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاكم الله خير. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحسب شيخنا رحمه الله من ذلكم الرجال، ولا نزكي على الله أحد، ذلك الجبل الأشم في الدعوة إلى الله، لاذ بسفحه الرجال في مجال الدعوة والخط الذي اختطه في الدعوة الإسلامية، لقد كان له خطا مميزا في الدعوة إلى الله. كل الدعاة الذين سبقوه انتهجوا منهجا آخر، وهو منهج فقط الترغيب والترهيب، ولكن الشيخ اختط منهجا علميا ليثبت الحقائق، ليثبت وحدانية الله تبارك وتعالى، وليثبت أحقية هذا الدين بأن يعبد، مصداقا لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم. فكان الشيخ رحمه الله فارس هذا الميدان الكبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في فردوسه الأعلى، وأن يحشره مع النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا. أولا نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بوفاة فقيدنا وشيخنا فضيلة الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته من علم وعمل ودعوة وجهاد، فقد أسس لطلابه أن يسيروا على خطاه، ونطالب أن يسير طلابه وأبناؤه ومحبيه جميعا على هذه الخطى المباركة، نصرة لديننا ونصرة لما أراد شيخنا أن ينتصر له دائما في مؤلفاته، في كتاباته، في لقاءاته. وحقيقة يعني أنا زرت الشيخ شخصيا حين جاء إلى تركيا، ووجدت في هذا العمر ورغم مرضه فيه الهمة العالية، وكان يحضر لنا لقاءات، وكان حينما ندعوه إلى أمر أو مكان يحضر. أذكر أنني يعني عملنا دورة لعلماء العراق في الإفتاء، فدعونا الشيخ فاستجاب وجاء وحضر رغم تعبه ورغم مرضه، لكنه كان يدعم دائما قضايا الأمة الإسلامية ويدعم العلم وأهل العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يخلف على الأمة الإسلامية خيرا. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم فقدنا عالما من أعلام الأمة، ورمزا من رموزها، وشيخا من شيوخها، فضيلة العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني، أحد رموز اليمن ورموز الأمة كلها، واحدا عرفنا باليمن منذ عقود طويلة، وأزال تلك الجفوة بين العلم والإيمان، وأسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. عرفناه في الثمانينات عندما دعا لمؤتمر عالمي بالقاهرة يناقش قضايا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. عرفناه عندما ناظر وجادل أحد رواد علم الأجنة في العالم، وانتهت المناظرة بإسلام ذلك العالم. الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله واحد من هذه البلاد الطيبة، بلاد اليمن، التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة. أتاكم أهل اليمن أرق قلوباً وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقد كان رحمه الله يجمع بين الإيمان والحكمة والعلم والعمل. نعزي أنفسنا ونعزي أهل اليمن، بل نعزي العالم أجمع وأهل فلسطين في ذلك الفقيد الكبير الذي سيبقى حيا بيننا، حيا بعمله، حيا بسيرته. الناس صنفان موت في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. رحم الله شيخنا وأجزل له المثوبة والغفران على ما قدم لدينه ووطنه وأمته، والحمد لله على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي فريد مصطفى بيكو من جمهورية ألبانيا، من طلاب جامعة الإيمان المجموعة الثانية الدفعة الثانية. يعني زرنا اليمن في سنة 95 وتخرجنا من الجامعة في سنة 2002. يعني كل واحد يقول أنا من المحببين للشيخ، لكن أعتقد ما يتعلق بالطلاب الذين جاءوا من أوروبا ومن البلقان، كنا من الطلاب المقربين جدا إلى فضيلة الشيخ، عظم الله أجرنا جميعا. ومن أقدار الله سبحانه وتعالى أن يتوفى الشيخ في تركيا، وكان يقول لنا: ما عرفت في العالم الإسلامي شخصية سياسية كنجم الدين أربكان رحمة الله عليه وكعلي إيزدبكوفيتش. وكان يمدح تركيا وتطورها وعلمائها، فكان من أقدار الله
أن يتوفى الله في تركيا. عظم الله أجرنا جميعا، وننقل إليكم تعازي طلابه في البلقان ومحبيه والذين استفادوا من كتب الشيخ وشرطته في ألبانيا وفي البلقان بالآلاف. فالجميع يدعو للشيخ رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ هذا الفراغ الكبير الذي تركه فضيلة شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الوارث عبد الخالق التركستاني، رئيس جمعية التركستان الشرقية للصحافة والإعلام في إسطنبول. أنا من طلاب جامعة الإيمان، متخرجي الدفعة الرابعة، درست في جامعة الإيمان الدعوة والإعلام، ومن ثم أتيت إلى تركيا ودرست هنا دكتوراه وواصلت دراستي هنا، والآن لدي مركز الإعلام في إسطنبول. عظم الله أجرنا جميعا. نحن حقيقة اليوم دفنا من أعلام الأمة الإسلامية، وأحدهما الشيخ عبد المجيد الزنداني، والثاني من أحد العلماء في تركيا. فحقيقة كان هناك ملايين الشخص الذين حضروا لجنازة هذين الشيخين الكبيرين، الحمد لله. وتم دفنه الشيخ عبد المجيد الزنداني في مقبرة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فنحن الآن هنا جئنا لنعزي الأمة الإسلامية وأولاد الشيخ في هذه القاعة المباركة في إسطنبول. فنسأل الله أن يجزي لنا خير الجزاء الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في تعزية أستاذنا الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي كان نحن في أكثر من تعزية نتودعه، ولكن هو كان من العلماء الكبار في عصرنا هذا. وهذا الوداع، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم، العالم موت العالم هو كأنه موت العالم كأنه موت العالم، موت عالم، أو كل، لأن كل عالم يشكل وينقش ويجعل له عالم خاص له. وهذا العالم الذي كان يمثله وكان يديره أستاذ الشيخ عبد المجيد الزنداني كان شيء جدا، كان له دور كبير في توعية الشباب وتوعية الأمة التي كانت، كان عامل بعلمه. العلماء الذين ليسوا عاملين بعلمهم لا يعتبروا علماء حسب القرآن، حسب تعريف العلماء في القرآن. نحن كنا شاهدين بأنه كان دائما مهتم بكل قضايا الأمة، وكان يساهم في جهادهم، في يبذل كل جهده في كل ما يجب عليه، وأكثر مما كان يجب عليه كان يفعل، وكان يساهم في كل قضايا الأمة. وبهذا حتى إلى آخر عمره كان مهتم بكل القضايا. وكان طبعا مساهمته في دراسات العلم، في دراسات العلمية المعاصرة، وفي دراسات الكيمياء والفيزياء والطب، بأنه يرتبط يربط كلها بقضية الإيمان، كان شيء مبدع جدا بالنسبة له. وهو أسس ودار وهذه جامعة الإيمان كنموذج للجامعة الإسلامية في عصرنا هذا. ونشكره أول إن شاء الله، ونشاهد له نشاهد عند الله إن شاء الله، هذه لو مقبولة شهادتنا إن شاء الله عند الله، تقبل الله شهادتنا بأن كنا نشاهد بأنه كان من علماؤنا، وكان من المجاهدين في سبيل الله رحمه الله. وأعظم الله أجرنا وأحسن عزاؤنا، وغفر لمرحومنا أستاذ الشيخ عبد المجيد الزنداني. حضرت معزيا واجبا وحبا في شيخنا الفقيد الشيخ عبد المجيد الزنداني، الرجل الذي عرفناه في السودان
معلما وعرفناه متوسطا لحل مشاكل السودان الداخلية. كان أول ظهور له في مخيلتي يوم جاءنا بعد مفاصلة الإسلاميين الشهيرة في العام 1999 من القرن الماضي، وحاول جهده الذي أظهره الله بعد مجهوده هذا بعشرات السنين، يعني بعد حوالي 15 عاما من تلك الزيارة ظهرت نتيجة هذه الزيارة وحكمته وحكمة من كان معه من الإخوة والمشايخ من دعاة الإسلام. إن فقده لجلل، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. عزانا لأسرته الصغيرة ولأسرته الكبيرة اليمن السعيد الذي عرفناه في السودان منذ مئات السنين. الإخوة اليمنيين كانوا معنا وكنا معهم، وكأن البحر الأحمر كان مجرد واد يفصل بين دولتين شقيقتين. كثيرون من السودان درسوا على يديه، وكان له مركز لجامعة الإيمان في الخرطوم مشهور يعني، وخرج كثيرين، وكثيرون ذهبوا إلى اليمن مدرسين حتى قبل جامعة الإيمان. فعلاقتنا حميمة وودنا باق إن شاء الله تعالى. ويبتلينا الله سبحانه وتعالى بفقده الجلل وفقد علماء الإسلام تباعا بهذه السنوات العشر الماضيات، ليوصلنا إلى حقيقة أن نجدد إن شاء الله وأن نتأسس إن شاء الله. فإن كانوا أفزازا أفرادا ملهمين بفضل الله تعالى عليهم علما وعملا، فعلينا أن نؤسس مؤسسات تكمل رسالتهم إن شاء الله وتنصرهم إن شاء الله بعد فواتهم من دنيانا. ولا عزاء لنا إلا أنه في دار البقاء في جنة عالية إن شاء الله، اشهد بها الجمع الذي عزى فيه والذي دفنه والذي عزى فيه اليوم، وتشهد بها أعماله الصالحات إن شاء الله المضاعفات. وليس من عمل أجل من العلم، حتى قالوا أن العلماء هم ورثة الأنبياء. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاؤنا مكرر إليكم جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقبلوا عزاء إخوتنا في المؤتمر الشعبي في السودان الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور الأمين محمد عثمان، ورئيس مجلس الشورى الشيخ إبراهيم السنوسي الذي أرسل أيضا تعزية صوتية في بريد أبناء الشيخ الماضي الجليل الشيخ عبد المجيد الزنداني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اليوم بالنسبة لي هو يوم حزين، لأني فقدت شيخي وأستاذي وصديقي، فقدت الرجل الذي تتلمذت عليه منذ كنت طالبا في المرحلة الإعدادية. رسخ في قلبي الإيمان، وأزال من عقلي شبهات الكفر والإلحاد، وجعلني أقتنع بأن دين الإسلام الخالد هو الدين الصحيح، وأن كل ما يأتي من شبهات عليها رد، ولكن ربما نحن نجهل هذه الردود. الشيخ عبد المجيد الزنداني الرجل الذي كان لا يكل ولا يمل عن العمل، هو صاحب الحوار، وهو اللطيف والقريب والحبيب إلى النفوس. تتعلم منه العزيمة والمضاء، ويتجسد فيه سمت السلف الصالح مع نظرة متجددة للحياة، مع أمل لا ينقطع، مشروع متجدد، ليس أمامه شيء صعب، فهو رجل عظيم. تتلمذ على الشيخ أو الأستاذ محمد محمود الزبيري رحمه الله، وخبرت الشيخ عبد المجيد في ظروف صعبة تعرض فيها للمطاردة وتعرض فيها للملاحقة، وكان هو ذلك الطود الذي يفرض احترامه حيث حل. ذات مرة
وقفنا على حدود صعدة متجهين شمالا، فنزل الجنود في النقطة وقد انبهروا بوصول الشيخ عبد المجيد لأنه كان مطلوبا. ثم نزل قائد النقطة أراد أن يتعرف عليه، فلما رآه قال له: امضي على بركة الله، لا رأيتك ولا رأيتني. الشيخ عبد المجيد عندما وصل إلى عضوية مجلس الرئاسة كان مثالا لرجل الدولة الذي لا يتأخر عن واجب ولا يتخلف عن مهمة ولا يمد يده للمال، نظيف اليد، عف اللسان، يعمل طوال الوقت، وإذا افتقدته ستجده يحاضر في مدرسة أو مع مجموعة من الطلاب. فهذا الذي أنس إليه حتى في لقائه مع السفراء، عندما ينتهي من اللقاء الرسمي لا بد أن يدخل معهم في موضوع الإسلام والإيمان والإعجاز. هذا هو الشخص الذي يعني فقدناه، وإن كان في الحقيقة قد أصبح له رواد وتلاميذ في كل أنحاء العالم. قد تستغرب عندما ذهبت مرة إلى إندونيسيا فإذا بالسائق الذي كان يوصلني لديه ولد اسمه زنداني، قلت له: لماذا تسمي ابنك زنداني؟ فقال: هذا الشيخ عبد المجيد، وظل يمدح فيه، وصاحب جامعة الإيمان وكذا. فهؤلاء الرجال العظام الذين ربما يجهل قدرهم أهل بلادهم، لكنهم كما تلحظ لهم شهرة عظيمة في كل أنحاء العالم. رحم الله الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولاده وإخوانه أن ينشئوا مؤسسة تنشر تراثه وعلمه وما كتبه. فالحقيقة هو قضى حياته في العمل ولم يتفرغ لكتابة مذكراته، فمن حقه على تلامذته وعلى أبنائه أن ينشروا ما خفي من جوانب حياته وعلمه الكبيرة والواسعة. شكر الله لكم، ورحم الله شيخنا الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمة واسعة، وغفر له مغفرة جميلة.